فكرة ما طلعتش خلاص. الشناوي ما كانش متخيل ابدا ان ممكن لعيب من بيراميدز يجري ويلحقها ويعمل كره هجمه خطر وفي لعيب واقع من النادي الاهلي، يعني كروح رياضيه وكاخلاق والكلام ده نركن ده على جنب. رد الفعل بقى، انا ما ينفعش يبقى رد الفعل كده. ده الشناوي، الشناوي طبعا صح، لان لسه قريب قوي، لسه ما فيش، ما كملناش فتره بسيطه برضو. الراجل اتغلس عليه قوي والفيرو اتغلس عليه جدا، وبعد كده وهو راح يكلم الحكم فقام مديله كمان كتف، بتحصل. انا مش ده الشناوي كبير، الشناوي حارس مصر الاول صح، كابتن الاهلي، الشناوي كابتن النادي الاهلي. الشناوي يعني الشناوي يعني هو احسن حارس مرمى في مصر. فما ينفعش يبقى رد فعله بالشكل ده. يعني حتى لو الراجل رفع الكوره أو, او 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 ما كانش عنده يعني زي ما بيقول بقى روح رياضيه والكلام ده كله، رد فعله ما بيبقاش بان انا يعني اجري سبرنت واروح اتعامل بالشكل ده. صح، تكبير يا شناوي صح، فلازم الكبير يبقى كبير في كل حاجه. مظبوط، ما ينفعش ابدا 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 يبقى رد فعل بالشكل. خاصه ان محمد الشناوي شخص، وبرضه انا بلوم شخص مهذب وهادئ طبعا، يعني هو مش من اللعيبه الاجريسيف يعني. الشناوي ما بيتنافسش ابدا، ده هي الفتره دي سبحان الله موقفين ورا بعض، بس انه مش كده خالص. صح، وعامل مباراه كبيره امبارح. يعني انت عامل مباراه كبيره قوي يا شناوي، وما شاء الله يعني انت واخد رجل المباراه امبارح. صح، فكل ده يخليك هادي. طب ايه يعني، اديني مبرر ان انت تبقى عصبي، غير ان انت وانت انت انت مش متخيل ابدا ان الراجل هيلحق، ان الراجل هيجري ويلحق الكوره. كنت انت عملت ايه بقى لو انت في دماغك الكلام ده، كنت طلعتها ضمنتها بنسبه 100% او شطتها في المدرج؟ انما عشان ده ما حصلش، فحصل شويه توتر امبارح. انت عارف بقى من جانب تاني خالص برضو، كان جانب فني يعني، هو محمد شناوي جري من مرماه وفي اوت لبيراميدز، يعني في رميه تماس لبيراميدز، تمام؟ لو حد لعب رميه التماس دي بسرعه واللاعب كامل، محمد شناوي ده بره المرمى. خد بالك ما هو محمد شناوي ما جريش غير لما في اربع خمس لعيبه جريوا من الاهلي. فاللاعب وقف خلاص، لان الحكم عمل ايه؟ الحكم جري، اللاين مان نزل الملعب والحكم جري كمان. فشناوي بدا يجري بعد ما وصل ثلاث اربع. في كل حال ده موقف خطير يعني، مش المفروض يحصل تطلع من مرماك. طبعا لا مش قصدي يعني، زي ما بقول لك كده يعني، حتى علي معلول برضو امبارح برضو ايه، كان ممكن يبقى اهدى من كده شويه. صح صح، زي ما بقول لك كابتن كريم، خلاص انت كلاعب ما رضيتش ان انت يبقى عندك روح رياضيه، او ان انت ما تطلعش كوره بره، خلاص هو موقف وعدى والكره طلعت اوت ومفيش مشكله، ما يبقاش رد الفعل. انا مش عايز رد الفعل يبقى قوي كده يعني. عندك حق.